تساعد كده. لو عملت ده، لو عملت ده مستوى الاحتقان هيقل، مستوى العنف هيقل، القله القليله اللي بتتعامل بعنف سواء في خناقاتها الشخصيه كطلبه او في عملها السياسي هتبقى قله قليله، يسهل حصرها، طلبه هتلفظها، الامن الاداري يعرف يتعامل معاها، ولما بقى كل فين وفين يبقى عندك جريمه خلاص يعني محدش يبقى استدعي الشرطه، زي ما اي واحد فينا لو حصلت جريمه في بيته بيستدعي الشرطه، اذا كانت الشرطه بتنفع تعمل حاجه يعني، انما يعني مهم يعني الشرطه ما بتقعدش فوق دماغنا في بيوتنا، ما بتقعدش فوق دماغنا في نوادينا، ما بتقعدش فوق دماغنا في مراكز الشباب، ما بتقعدش فوق دماغنا في الجناين، بتستدعى عند الحاجه. نفس هذا الشيء ينطبق على الجامعه، الشرطه ممكن ان تستدعى عند الحاجه من اصحاب المكان مش من، وطبعا عشان يبقى استدعاء الشرطه له معنى محتاجين نصلح الشرطه، بس دي ده مولتي انا يعني هنهي كلمتي فيها. بس قبل ما اقوم عايز استغل الفرصه واتكلم عن معتقل تاني من هندسه سوهاج، سالم كامل عنده 23 سنه بالفرقه الثالثه مدني هندسه سوهاج، معتقل من يوم 14/8/2013 ومحبوس حبس احتياطي، مؤخرا اتحول قضية. انا النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها مش قضيته، لكن ان سالم من ساعة ما اتحبس ما دخلش امتحانات، ضاعت عليه سنة، والامن انا ما اعرفش مدى صحة الكلام ده، انا يعني بقول ده يمكن حد يقدر يتابع، يمكن حد، وانا برضو هحاول اتابع من سكك اخرى. الامن وادارة السجن وامن الدولة في سوهاج بيدعوا انه هو محبوس في هنا الحقيقه مش في سوهاج، يعني هو محبوس في احداء يعني على هامش احداء مقبوض على مقبوض عليه ومحبوس في هنا. بيدعوا ان الجامعه هي اللي رافضه انه يمتحن، ان كليه الهندسه بتقول انه في 40% على الحضور واعمال السنه، طبعا كل الكليات فيها 40% على الحضور واعمال السنه، وانا في كليه علوم جامعه القاهره عندنا 40% على الحضور واعمال السنه، بنتصرف لو اعمال السنه والحضور دي حاجات نظريه فبنعمل للولاد امتحان او بنحسب، لو هو عملي بنصر ان الولد ينزل الامتحان العملي، مفيش حاجه اسمها انه طالب لانه في السجن حتى لو هو محكوم عليه، على فكره مش لو محبوس احتياطي الجامعه توقف ان هو يمتحن وياخد درجته. فاذا اذا كان الامن صادق في انه العائق من عند الجامعه نتمنى ان العائق ده يترفع، اذا كان الامن كاذب فنتمنى في جميع الاحوال وبغض النظر عن القضيه قضيته وكده، دي ممكن نتكلم فيها بالتفصيل اكتر مع الصحفيين.